التحليلية من الميادين. الاحتلال يوسع حربه على المستشفيات ويقتحم مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. كيف تمتهن إسرائيل عقيدة تهجير السكان في استهداف القطاع الصحي؟ وماذا عن صمت العالم على هذه الجرائم؟ القضاء التونسي يصدر أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد على مدانين باغتيال شكري بالعيد. أي ارتدادات سيحملها الحكم بقضية بالعيد؟ وهل يفتح الباب لمعرفة حقيقة الاغتيالات ومن يقف خلفها؟ وفي وثيقة اليوم، أعضاء الكونغرس المعارضون للحرب الإسرائيلية على غزة يواجهون حملات إنفاق ضخمة لإطاحتهم. كيف تجند إيباك المال والنفوذ لتكميم أفواه المعارضين لإسرائيل وخاصة من أعضاء الكونغرس التقدميين الديمقراطيين؟ وفي قضية اليوم، إدارة مدنية في الجزيرة وتحالف عسكري بالخرطوم، هل من نذر تقسيم جديدة في السودان؟ وبعد غزة، كيف تعكس أزمة السودان الهوان العربي؟ وكيف تواجه الأمة المشروع الإسرائيلي بالتفتيت والإفقار والسيطرة على الأمن القومي بقيادة أمريكية كاملة؟ ضمن سياسة إعدام الحياة والإبادة في قطاع غزة مع إمعان آلة القتل الإسرائيلية باستهداف القطاع الطبي من مستشفى المعمداني إلى مجمع الناصر والشفاء الطبي، تتكشف استراتيجية الاحتلال في إفراغ المستشفيات وتدمير إمكانية بقائها بهدف تهجير أهالي غزة قسرا وبطريقة ممنهجة. فأي تأثيرات ستحملها عقيدة التهجير الإسرائيلية على أهالي القطاع؟ وماذا عن صمت العالم على هذه الجرائم؟ من مستشفى المعمداني إلى مجمع الشفاء وآخرها مجمع ناصر الطبي، استراتيجية تلعبها تل أبيب في حرب المستشفيات تحكمها عقيدة التهجير لدى الاحتلال، والتي مورست ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948. ومع اقتراب نهاية الشهر الخامس من العدوان الإسرائيلي، استمر تدمير المستشفيات عنواناً أساسياً له. عمدت قوات الاحتلال إلى اقتحام مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس، واعتقلت عدداً من الكوادر الطبية والنازحين والمصابين، وأجبرتهم تحت قوة النار على إخلاء المجمع. بينما يخضع مجمع الشفاء أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة ولنحو أسبوعين على التوالي لبطش قوات الاحتلال من اقتحام وحصار وتنكيل بمن فيه. الحصيلة حتى الساعة تشير إلى تدمير نحو 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة من أصل 35 إلى جانب 53 مركزاً للرعاية الأولية. هذا الإصرار الإسرائيلي على إعدام المنظومة الصحية يكاد يطال جميع المرافق الطبية في القطاع من مستشفيات ومستوصفات وعيادات، باتخاذها وسيلة لتحقيق أهداف كبرى تنطوي على تغيير شكل الحياة في غزة وإفراغها من أكبر عدد ممكن من أهلها إلى خارج الحدود. وفي ظل حقيقة أن الجانب الأكبر من المستشفيات في القطاع دمر، لا تزال قوات الاحتلال تمعن في قصفها لتلك المرافق ضاربة بعرض الحائط تحذيرات المنظمات الدولية والحقوقية. ولطالما كانت المستشفيات وجميع المرافق الطبية في العالم محمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، يبدو أن تلك المظلة القانونية لا تشمل الحياة في غزة، وترى إسرائيل أن لديها ضوءاً أخضر لجرائمها بحق الآمنين والمرضى والمصابين في المستشفيات، حيث تبدع في رسم نهج جديد بأبعاد مرعبة لما يمكن لدولة أن تفعله على مسمع ومرأى من العالم. فكيف الحال مع كيان محتل وغاصب منح شرعية لم تمنح لدولة قط، تاركاً المجال أمام حلفائه لتبرير تلك الجرائم؟ أبدأ مع مراسل الميادين في غزة أحمد غانم. أي أهداف لإسرائيل من وراء حربها على مشافي القطاع؟ أحمد،
واضح بأن الهدف الأساسي من وراء مهاجمة مستشفيات القطاع هو التهجير، عقيدة التهجير التي تتبعها إسرائيل أو الماثلة في العقلية الإسرائيلية هي الأساس من وراء استهداف المشافي، كون أن هذه استهداف هذه المشافي أو أن المشافي هي واحدة من أهم العوامل التي تدفع أو تؤدي إلى صمود الناس وبقائهم في المنطقة، كون بقية العوامل أو توفر بقية العوامل ربما أقل أهمية من العامل الصحي. لذلك حرصت إسرائيل منذ بداية هذا العدوان على التحريض بداية على هذه المستشفيات وتصويرها للعالم على أنها مقار قيادة وسيطرة للمقاومة الفلسطينية، ثم نفذت تهديداتها وحولتها إلى مقابر جماعية. لذلك إسرائيل تريد من مهاجمة المستشفيات دفع الناس للخروج عنوة من تلك المناطق بحثا عن الرعاية الصحية التي باتت مفقودة بالفعل في معظم مناطق شمال القطاع. نعم، أنتقل الآن إلى مراسلة الميادين في تونس سميحة البغانمي. الجرحى الفلسطينيون سميحة في تونس يصرون ويطلبون العودة من جديد إلى القطاع حتى قبل إتمام علاجهم. هذا الإصرار من قبل الفلسطيني الغزاوي إلى العودة إلى غزة وهي تعاني ما تعانيه، إلى أي حد يفشل مخططات التهجير الإسرائيلية والتي تحدث عنها قبل قليل أحمد؟ بالفعل فتون إسرائيل باحت لنفسها كل الأسلحة المحرمة وغير المحرمة لتنفيذ مخططها وهو التهجير، ولكن صدمت بتمسك وتشبث فلسطينيين بأرضهم، وهذا ما لمسته بشكل مباشر من خلال لقاء بعدد من الجرحى الذين يصرون على العودة إلى أراضيهم، رغم أن البعض منهم ما زال لم يتعافى بعد ولم يكمل رحلة العلاج، ولكن هناك إصرار على أن يعودوا إلى أرضهم ولم يسمحوا لإسرائيل بتطبيق مخططها نحو التهجير. وهذا لم يفاجئني وليس بالغريب على شعب علمنا كيف نحب الأرض، علمنا كيف نصمد، شعب اختار أن يموت شامخا في أرضه بدلا من أن يرحل أو يتهجر منها. وطبعا يعني هذا الجرح الفلسطيني هنا في تونس بدون مبالغة هم علمونا درس فتون، علمونا كيف نتمسك بالأرض وكيف نعود إلى هذه الأرض مهما كانت الظروف. وبعد شهر رمضان هناك عدد منهم سيعود إلى غزة استجابة لمطالبهم، وهذا ما أكدته لنا الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر أنها ستبدأ الدولة التونسية في إجراءات عودة عدد من الجرحى بعد استكمال رحلة علاجهم إلى أرضهم، لأنهم يصرون بالفعل على العودة رغم أنهم في تونس توفرت لهم كل الإمكانيات باعتبار أنهم في بلدهم الثاني وليس بضيوف، ولكن هم يؤكدون أنهم لا يحتاجون إلى شيء في تونس ولكنهم يشعرون بغربة داخلية، وهذه الغربة لن يتم تجاوزها إلا إذا عادوا إلى أرضهم في غزة. طيب أحمد، إعادة إسرائيل اقتحام المشافي، التنكيل، اعتقال الجرحى، كل ما يفعله المحتل الإسرائيلي من جرائم حالية، يعني أي رسائل تقدم للعالم؟ يعني في الحقيقة كما هو واضح مما شاهدناه خلال طبعا تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات كما جرى الليلة الماضية باقتحام مجمع ناصر، دخول هذه المستشفيات واقتحامها واعتقال المرضى والجرحى، تدمير هذه المقار بشكل ممنهج، ومع سبق الإصرار والترصد الواضح بأن هذه رسالة للمجتمع الدولي، أولا الذي شرع قانون حماية المنشآت المدنية بما فيها المنشآت الصحية والعاملين بهذه المنشآت واللاجئين إلى هذه المنشآت في أوقات الحروب. لذلك من الواضح بأن إسرائيل تريد أن توصل رسالة بأنها لا تعير لا اهتماما ولا انتباها لأي من هذه المعايير وأي من هذه القوانين التي كفلت حماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية حتى في أوقات السلم أو أوقات الحرب، وأرادت بذلك أن تقول حتى لمحكمة الجنايات الدولية أو حتى أعلى الهيئات الأممية في العالم أنها لا تعير انتباها لمثل هذه المحاكم ولا حتى لهذه طبعا الجرائم، على اعتبار أنها تنفذ أعمالا مشروعة، على اعتبار أنها حرضت سابقا على هذه المستشفيات وصورتها على أنها ثكنات عسكرية. لذلك تدمير هذه المستشفيات واقتحامها وممارسة هذا العبث فيها هي رسالة للعالم وللمشرع الدولي الذي سن هذه القوانين التي يعتبرها بالمناسبة سكان قطاع غزة حبرا على ورق.
نعم، تبقياني معنا. ننتقل للملف الثاني عن القضاء التونسي الذي أصدر حكما بالإعدام على 4 متهمين في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد في عام 2013 بالسجن المؤبد على 2 آخرين. وحركة النهضة تؤكد أن ما انتهى إليه القضاء يعد أدلة براءة للحركة، داعية إلى رد الاعتبار إلى رئيسها راشد الغنوشي. فأي ارتدادات سيحملها الحكم بقضية بلعيد؟ وهل يفتح الباب لمعرفة حقيقة الاغتيالات ومن يقف وراءها؟ الإعدام في حق 4 متهمين كالسجن، بقية العمر في حق متهمين آخرين كتسليط عقوبة سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين العامين والمئة وعشرين عاماً. بعد 15 ساعة من المداولات و11 سنة من التحقيقات والإجراءات القضائية، القضاء التونسي يصدر الحكم في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، وسط تأكيد هيئة الدفاع أن هذا الحكم لن يغلق القضية، بل سيكون منطلقا لفتح ملفات أخرى على غرار من خطط ومن مول ووفر الحماية. حكم يقول مراقبون أنه قد لا تكون له انعكاسات سياسية مباشرة، ولكنه يحسب للرئاسة الحالية التي ضغطت باتجاه فتح الملفات العالقة منذ سنوات، ومنها ملف الاغتيالات. هذه نقطة تحسب للرئيس قيس سعيد الذي وعد بالدفع في اتجاه حسمه من قبل القضاء في هذا العام، ووقع هذا الحسم، وهذا تطور إيجابي جدا. ثانيا، الملف في بعده الأمني والقضائي حسم بنسبة 90-95% بعد أبحاث طويلة جدا، وهذا إيجابي. إصدار الحكم أثار ردود فعل كثيرة، لعل أبرزها كان لحركة النهضة المتهم الرئيسي من قبل هيئة الدفاع في هذه الجريمة، مؤكدة أن ما انتهى إليه القضاء من تفاصيل يعد بنحو يقيني أدلة براءة للحركة، ودعت إلى رد الاعتبار إلى رئيسها راشد الغنوشي. بعد مرور أكثر من 11 سنة، القضاء التونسي يصدر حكمه في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ملف وانوشك على الحسم فيه قضائيا، فإنه لن يغلق سياسيا كما يقول متابعون. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. سميحة، هل يبرئ هذا الحكم حركة النهضة المتهم الرئيسي بهذا الاغتيال كما قالت أو كما جاء في بيانها؟ لو نتحدث فتون من الجانب القضائي، الحكم الذي صدر فجر هذا اليوم هو جزء من القضية باعتبار أنه شمل المتهمين في تنفيذ عملية الاغتيال، وبالتالي ما زالت هناك بعض الملفات الأخرى، من ذلك من خطط، من مول، من حمى هذه المنافذين. وحركة النهضة بحسب ما أكد محمد جمور عضو هيئة الدفاع أن حركة النهضة غير مشمولة في ملف المنافذين لهذه الجريمة، وبالتالي كما تحدث قال إنه من السابق لأوانها أن تتحدث حركة النهضة عن براءتها، لأن هناك 5 قيادات مواراتين في قضية فتح دمق، وهو رجل الأعمال الذي متهم بتكوين وفاق وبالتخطيط لاغتيالات سياسية، وبالتالي ربما خلال فتح الملفات القادمة سيكشف القضاء تورط حركة النهضة من عدمه. ولكن أعتقد فتون أن حركة النهضة هي تتحمل المسؤولية السياسية في هذه الجريمة باعتبار أنها حدثت خلال فترة حكمها، وأيضا في تلك الفترة كان الشارع يعيش تحت قصف الخطاب التكفيري والتقسيمي الذي صدر عن بعض الشخصيات التي تنتمي إلى حركة النهضة، من ذلك لحبيب اللوز وصادق شورو. أيضا في تلك الفترة كانت روابط حماية الثورة التي تحسب على حركة النهضة كانت قد اعتدت أكثر من مرة على مواطنين خلال مسيرات، خاصة مسيرة 9 أبريل 2012، وبالتالي هي حركة النهضة تتحمل المسؤولية السياسية، وهذا ربما ما ذهب إليه حتى العديد من السياسيين في تلك الفترة. ولكن قضائيا نعم، تبقى هذه المسألة اتهام حركة النهضة من براءتها بيد القضاء خلال فتح بقية الملفات. طيب، أيضا عندما نتحدث عن الاغتيالات، إسرائيل أحمد اغتالت عددا من المقاومين ونفذت عشرات الاغتيالات على مدى سنوات، لكنها لم تنجح في كسر المقاومة أو لي ذراعها. ما هو السبب؟
أولا يعني هذا صحيح، يعني منذ الثورة الفلسطينية الأولى اغتالت إسرائيل أبو إياد وأبو جهاد وهما خليل الوزير طبعا وغيرهم من قادة الثورة الفلسطينية، وواصلت الثورة بقاءها وشعلتها. ثم منذ الانتفاضة الأولى عام 87 والانتفاضة الثانية عام 2000 اغتالت إسرائيل أيضا عددا من هؤلاء القادة في عام 2008 و12 و14 وسيف القدس وما بينهما من جولات إسرائيل اغتالت عددا كبيرا من هذه القادة. لكن اللافت بأن كل محاولة اغتيال لم تفت في عضد المقاومة الفلسطينية، لأن المقاومة الفلسطينية ليست مرتبطة بالشخص أو بالقائد، إنما مرتبطة بالمنهج، ولعل هذا ما رسخته فصائل المقاومة الفلسطينية خلال هذا العدوان. إسرائيل حرصت هذا العدوان على إيضاح فكرة بأنها نجحت في قطع تسلسل القيادة، ولكن الواضح بأن إسرائيل فشلت في قطع هذا التسلسل، وبدليل تنفيذ عمليات نوعية من قبل المقاومة الفلسطينية وعدم ارتباط الحركات والفصائل الفلسطينية بفكرة القائد الواحد، وإنما القيادة المتعددة وتسلسل القيادة بما يضمن استمرار جذوة المقاومة متقدة ومشتعلة، كما شهدنا خلال فترات المقاومة. قتلت إسرائيل أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وهما مؤسسي حركة حماس، ولكن الحركة استمرت. قتلت أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، وقتلت قيادات كبيرة في العمل العسكري كأيمن نوفل في العدوان في هذا العدوان وغيرهم من القادة، ولكن المقاومة تزداد حرصا، تزداد قوة، تزداد ضراوة، ولكنها غير مرتبطة بفكرة القائد الواحد، إنما بفكرة المنهج، منهج المقاومة الذي طبعا اختزن في عقول وقلوب كثير من أبناء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. سميحة، بالعودة إلى هذا الحكم من القضاء التونسي، هل يمكن اعتبار صدور هذا الحكم هو خطوة أو مدماك أساسي باتجاه كشف حقيقة الاغتيالات في تونس؟ عملية الاغتيال لفوتون جاءت في مرحلة تعددت فيها المؤامرات والفتن لإدخال البلاد في فوضى، ورأينا في تلك الفترة عديد العمليات الإرهابية، اغتيال أمنيين وكذلك مواطنين، الاعتداء على السفارة الأمريكية، وكل هذا كان من بأداة الجماعات الإسلامية المتطرفة. طبعا كل هذه الأحداث تدفع إلى التساؤل، من يقف خلف كل هذه الفوضى التي أراد بها أن تكون في تونس؟ من يقف خلف هذه الاغتيالات السياسية، شكري بالعيد ومحمد البراهمي وغيره من الأمنيين؟ طبعا هذا الحكم يدفع اليوم، ومن المفيد جدا إلى البحث في البعد الدولي حول هذه الجريمة، من خطط لها ومن يقف وراءها. من المؤكد وحسب ما ذهب في ذلك العديد من القراءات أن عملية الاغتيالات السياسية ليست محلية، وإنما أكيد هناك بعض الأطراف الخارجية المورطة في هذه العملية. وطبعا تبقى هذه مهمة القضاء الذي نجح بعد 11 سنة في إصدار أول حكم في هذه القضية، وإن كان حكم جزئي يتعلق فقط بالمنفذين، ولكن يبقى الملف الأكبر والتساؤل الأكبر هو من خطط لهذه الجريمة ومن خطط لإدخال تونس في الفوضى، وهذا يبقى بيد القضاء الذي تعهد بكل هذه الملفات والتي هي حاليا موجودة على طاولة القضاء. وربما هذا الحكم سيسرع في بقية الملفات، ولما لا تتكشف الحقيقة كاملة حول هذه العملية، عملية الاغتيالات السياسية التي عاشت على وقعها تونس منذ ثورة 2011. شكرا لكما سميحة البغانمي وأحمد غانم. والآن إلى فقرة وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم، تقرير في صحيفة واشنطن بوست يشير إلى أن هناك حملات إنفاق ضخمة ترمي إلى إطاحة أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين المعارضين لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الصحيفة قالت إن هدف لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية هو إخراج هؤلاء من مناصبهم نظرا لتأثيرهم، لذلك جندت من تعدهم ديمقراطيين أكثر اعتدالا لخوض الانتخابات التمهيدية ضدهم، فضلا عن دعمهم المحتمل بعشرات الملايين من الدولارات. وبحسب الصحيفة فإن 18 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب بدأوا منذ أشهر الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ولا سيما جمال بومان في نيويورك وإلهان عمر في مينيسوتا وغيرهما.
أيتك تمضي إلى أبعد من ذلك من خلال محاولتها ليس فقط منع التقدميين من الوصول إلى الكونغرس، لكن أيضا تقليص عددهم الموجود بالفعل. وفي المقابل تشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية واضحة من الديمقراطيين يؤيدون وقفا دائما لإطلاق النار في غزة. إذن حول هذا الموضوع نسأل منذر سليمان مباشرة من واشنطن. إذن منذر، سؤالي هو أيباك هل ستكون قادرة فعلا على إبعاد أعضاء الكونغرس الذين يدعمون الحق الفلسطيني في الانتخابات المقبلة؟ يعني تقليديا أيباك لديها القوة ولديها المال واستطاعت أن تنجح في السابق. بعض المؤشرات تقول بأنه هي لم تعد بنفس القوة، ليس فقط على المستوى أنه الزخم الشعبي الواضح لتأييد الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف حرب الإبادة على غزة، وخاصة من أصوات يعني كبيرة ومبكرة وبشكل مبكر، وخاصة من الحزب الديمقراطي. يعني تم الإشارة إلى 18 عضو، طبعا من ضمنهم هناك أعضاء يتقدمون الصفوف أكثر، وكان منذ عام 2018 كان هناك ما يسمى بالفريق أو السكواد الذي تمثل برشيدة طلايب، ألكسندرا كورتيز، إلهان عمر، وإيانا بريسلي، ولكن انضم إليهم لاحقا أيضا المزيد وأصبحوا ستة. يعني نتحدث عن الفريق المتقدم، ولكن الآن هناك شعور بأنه على الأقل إيباك قد تنجح في الإطاحة بأحد هؤلاء، يعني لن تتمكن من الإطاحة بالعديد، وهذه التقديرات ناتجة على أنه هناك حملة مضادة تتم ضد إيباك بدأت من العديد من الأوساط والمنظمات. وسبق الميادين أن أشارت إلى أن هناك أكثر من حوالي 24 منظمة تشكلت مؤخرا، يعني تسعى لجمع الأموال ودعم المرشحين الديمقراطيين التقدميين، وتحول دون نجاح إيباك في تحقيق نتائج مخالفة. كان أحد المؤشرات الإيجابية هو في كاليفورنيا، أنه أحد المقاعد الذي حاربته يعني بشراسة إيباك لم يعني يتم النجاح من قبل إيباك. هناك نقطة سلبية يجب الاعتراف بها، رغم كل حالة الغضب الشعبي والداخل الحزب الديمقراطي، إلى أنه المجموعة من أصول إفريقية وخاصة على صعيد القيادة الديمقراطية من السود الأمريكيين، يعني يبدو أنها خاضعة إلى النفوذ المالي لإيباك وأنها تستند إليه كثيرا. يعني زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جفري يؤيد الكيان الصهيوني بقوة، رغم أنه جماعات كبيرة كثيرة، إن كان القاعدة التي تصوت لهم أو إن كان العديد من الأعضاء في داخل مجموعة الأفارقة السود الأمريكيين، هي تطالب بتأييد الحق الفلسطيني وتطالب بوقف العدوان في غزة. عرقل هذا الموقف جزئيا، ويتم محاولة الضغط من قبل القواعد الشعبية لتعديل هذا الموقف. إذن سيكون هناك بعض النجاحات النسبية لإيباك، وسيكون فعلا دخول عصر جديد لن تعود فيه إيباك القادرة على التحكم والقادرة دائما، رغم إنفاقها حوالي 100 مليون دولار في هذه الحملة الانتخابية، سيكون هناك نجاح جزئي ربما لها، وهناك تعويل على إمكانية إفشال مخططها بشكل كامل. تبقى معنا منذر سليمان إلى ما بعد الفاصل. إذن فاصل نحلل بعده قضية اليوم، ابقوا معنا. يتجه السودان إلى التقسيم والتفتت مرة جديدة وسط تساؤلات كثيرة عن دور بعض الدول العربية وصمت البعض الآخر في ظل دعم إسرائيلي وغطاء أمريكي. مشهد جديد يعكس الهوان العربي بعدما ثبت هوانه في غزة، وربما يكون تواطؤا من بعض العرب على غزة والمقاومة والقضية عموما. لكن السؤال، أين القوة الشعبية؟ وأين النخب والأحزاب؟ ما
من دورها ومسؤولياتها. ولماذا يقدم الشعب اليمني وقيادته في صنعاء مثالا على صنع التاريخ بانخراطهما في الصراع بلا هوادة، بينما تراوح بقية الأمة بين التعاطف والتضامن لا غير؟ في 16 من أيار مايو المقبل تحل ذكرى اتفاقية ساكس بيكو لاقتسام الدول العربية وتفتيتها، فيما الشروخ والتشققات تتزايد في العالم العربي وتعيش دوله حالة من التراجع والضعف والتشتت. ها هو السودان، تعود مرة أخرى المخاوف من تقسيم جديد مع ورود معلومات عن تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة في وسط البلاد. حرب السودان وخطر التفتت يأتيان على الأقل وسط ضعف عربي وربما تواطؤ، فضلا عن الدعم الإسرائيلي والغطاء الأمريكي. مشهد جديد يتشكل ويعكس الهوان العربي وتجاهل أو تخل مطلق عن مصالح الشعوب والأمة بما فيها قضية فلسطين. بعد أن تركت غزة وحيدة أمام أعتى الجيوش وحشية وبربرية، لكن السؤال هو هل غياب وتغييب أم هو استقالة من الدور للحكومات والسلطات؟ يعفي الشعوب والنخب والأحزاب من المسؤولية السياسية والقومية والأخلاقية والإنسانية للعب دورها التاريخي كمحرك ونابض ومؤثر في قرارات وتوجهات دولها؟ الجواب قد يكمن أيضاً في غياب وتغييب الشارع العربي ومؤسساته السياسية والثقافية والأهلية حين لم تنتقل من التعاطف والاحتجاج إلى عتبة الفعل والقرار والضغط على نظم الحكم الصامتة أو العاجزة أو المتواطئة. والسؤال الآخر هو ألم يقدم الشعب اليمني بعد 9 سنوات من العدوان والتآمر واجههما بالصبر والصمود مثالا على حتمية الانتفاض والثورة كما على إمكانات ومقدرات العرب، ما حول اليمن إلى درع ونصير لغزة وفلسطين على نحو نوعي جبار لم يتوقعه أحد؟ لا شك في أن الصراع مع إسرائيل هو بالفعل صراع وجود، جبهته الأولى المقاومة الفاعلة في وجه إسرائيل، وظهيره الانفكاك من الهيمنة والسيطرة ومشاريع التفتيت والشرذمة، مهمتان على عاتق قوى عربية رسمية أو شعبية وفي مقدمها دول وقوى المقاومة في قيادة الأمة نحو التحرر والتحرير الشاملين. في قضية اليوم معنا محلل الميادين للشؤون الأفريقية والدولية محمد حسب الرسول، أيضا معنا محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، كما معنا أيضا محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية مندر سليمان. أهلا بكم جميعا. أبدأ إذا مباشرة من عندك محمد حسب الرسول، والسؤال هو عن هذه الإدارة المدنية لولاية الجزيرة في السودان، في أي سياق جاء تشكيلها وما هي الأهداف منها؟ في حقيقة الأمر هذا الإعلان عن هذه الإدارة في هذه اللحظة يجي في إطار الطور الثاني أو الطور الثاني بعد الحرب للمشروع الاستعماري الغربي الصهيوني في السودان. وهذا المشروع الذي لم يتمكن من إنجاح خطته من خلال السيطرة والهيمنة على السودان بالوسائل السياسية، ثم لم تنجح جهوده كذلك من خلال الحرب التي عد لها على مدار 4 سنوات كخطة بديلة، وكادت أن تفشل جهودها العسكرية من خلال التفاعل الكبير بين المجتمع السوداني والمؤسسة العسكرية. ولذلك الآن دخلنا في طور ثاني جديد، هذا الطور هو محاولة لاستعادة الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل الحرب، ما قبل 15 نيسان أبريل الماضي، وذلك من خلال محاولة تنصيب منظومات إدارية متحالفة أصلا وهي جزء من الأدوات السياسية لهذا المشروع، أو يمكن أن نسميها بالمكون المحلي السوداني في هذا المشروع، لتدير أجزاء معينة من الأماكن التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. يجيء ذلك في إطار كذلك الخطة المعلنة والتي تم التعبير عنها بصورة واضحة وصريحة
من خلال الاجتماع المشترك بين قائد قوات الدعم السريع وما يعرف بمنظومة أو تحالف تقدم الذي جمع أحزاب تحالف الحرية والتغيير، وهي الأحزاب المتماهية مع المشروع الغربي الصهيوني في السودان. ولذلك في التعبير عن هذا التحالف تم النص على إدارة سموها مدنية يجب أن تنصف في جميع المناطق التي يتم احتلالها والسيطرة عليها من قبل الدعم السريع. وقد جاءت هذه التجربة الآن في ولاية الجزيرة بعد أن حدثت متغيرات كثيرة، سيما في الجانب العملياتي في مدينة أم درمان، وانعكاس ذلك على الأوضاع في مدن الخرطوم الأخرى، مدينة بحري ومدينة الخرطوم نفسها، وانعكاس ذلك على ولاية الجزيرة المتاخمة لولاية الخرطوم. وبالتالي هذا هو السياق العام، هذه هي الخطة الثانية في مرحلة ما بعد الحرب، محاولة لتثبيت إدارات جديدة للانطلاق منها نحو إعلان حكومة جديدة برعاية غربية أمريكية صهيونية إقليمية لتكرار المشهد الذي حدث في شرق ليبيا والذي حدث في جنوب اليمن. طيب ناصر، واضح بأنه المشروع الإسرائيلي فعليا يستهدف الأمة كلها جمعاء باستثناء أي نقطة في هذه البلاد العربية، لكن هل باتت إسرائيل تجاهر بذلك؟ قطعا تجاهر بذلك وتتحدث علانية عبر قنوات التلفزيون وتستحضر محللين وخبراء أمنيين، غالبية المحللين الذين يتم أخذ رأيهم في الموساد سابقا وفي المنظومة الأمنية. الحديث عن ضرب الأنساق الاجتماعية أهم من الأنظمة. لا تكتفي إسرائيل بأنه ثبتت الأنظمة وإنما تريد أن تضرب الأنساق الأخرى، النقابات، الأحزاب، وكذلك أبعد من ذلك أي شكل من أشكال التنظيم. نأخذ مثال على ذلك الأرض المحتلة. بكل حال من الأحوال سايكس بيكو جاء لأن الأمة كانت أكثر من 400 سنة منهكة تحت الحكم العثماني، لا دور لها أبدا سوى أن تدفع الضريبة أبدا، وقبل المماليك وقبل الحروب الصليبية، فكانت لنحو 900 عام لا يوجد من يردع. حتى لو أرادت الأمة العربية في فترة الحرب العالمية الأولى أن تقول شيء لما استطاعت سوى ما حدث. الآن ما الذي يصنع الثورات؟ ليس الحكومات ولا الحكام، الذي يصنع الثورات هو وجود أحزاب قوية ونقابات قوية ومواطن قوي بمدارس قوية، وهذا ما تعمل على تغيير إسرائيل. إذ تسأل نفسها كيف صمد الشعب الفلسطيني 75 سنة ولا يزال متمسك وكأنه الاحتلال جاء قبل 5 دقائق، وجدوا أن المجتمع الفلسطيني قوي وأن كانت سلطته ضعيفة، وأن الاحتلال لديه سلطة قوية لكن مجتمع ضعيف. لذلك العمل المستقبلي سيكون على المجتمعات في، وأخطر شيء هو الدس، سواء بالإعلام أو بالذباب الإلكتروني أو عبر التيك توك، المعلومات المخطوئة التي تنتشر منذ بداية الحرب على غزة، معلومات في الدين والثقافة وكل شيء، يتم تجهيل جزء مثقف، من لا يجهل يتم شراؤه. فجأة ظهرت معاهد دولية وعالمية تعرض مبالغ طائلة شهريا على المثقفين الفلسطينيين ليعملوا معها، لأن هؤلاء إن غابوا غاب الوعي. طيب منذر، هل سيحول تشكيل هذه الإدارة المدنية في الجزيرة دون استمرار الخيار العسكري في الاقتتال ما بين الأفرقاء السودانيين؟ وما الدور الأمريكي الحالي في السودان؟ يعني للأسف قد يكون هذا أحد المؤشرات على استئناف العمل العسكري، لأنه المشكلة في السودان أنه يعني الغرابة أنه يعني فريقين من داخل المؤسسة العسكرية، يعني يفترض أنه يعني ليس صحيح أنه هناك يعني انتماءات عرقية، انتماءات جهوية يمكن أن تكون تلعب دور
في ما يجري، ولكن عندما يكون هناك الوصول إلى حالة أنه فريق التدخل السريع مع الجيش السوداني، هذا الصراع الذي يستمر لأكثر من عام ويتم ضخ، كان يعني إقليميا أو حتى دوليا، ضخ الأسلحة والذخيرة لاستمرار عملية تمزيق السودان ومنعها، هي بالتأكيد يعني جزء من عملية تخريب ما يمكن اعتباره تكوين لأمن قومي عربي، وخاصة استهداف بشكل غير مباشر أيضا لتطويق مصر ومنعها من أن تلعب دور إيجابي في الساحة العربية بحل النزاعات العربية. نلاحظ كيف أن ليبيا والسودان دولتان المجاورتان اللي يفترض أن يكون يعني هناك نوع من التكامل مع مصر وأن تلعب دور، لا، تصبح عبء أمني وأيضا إشغال. وبنفس الوقت هناك تدخل من قبل الإمارات وغيرها من الدول الخليجية في محاولة تحريك استمرار هذا النزيف الذي يتم في السودان. المشكلة أنه لا يمكن فقط على مستوى الجزيرة أن تكون نقطة انطلاق لتشكيل حكم، ولكنها هي حكم كامل شامل. النجاحات التي حققها الجيش السوداني في تم الإشارة إليها في الخرطوم ستساعد على الاستمرار في العمل العسكري والقول بأنه لن نسمح بالاستمرار في موضوع الحكم الذاتي الذي سيبشر بالاستمرار. هناك نوع من الشعور لدى الجيش السوداني بأنه الزمام المبادرة يتحرك نحوهم، وبالتالي سيكون بالعكس، سيكون هذا دافع إلى استمرار الاشتباكات العسكرية والاستمرار في الحديث عن الحل العسكري، طالما أنه هناك غياب لأي دور عربي أو دور دولي فاعل حقيقي في وقف النزاع القائم. طيب محمد، أزمة السودان كيف تعكس فعليا الهوان العربي بعدما ثبت هوانه أصلا في غزة؟ طبعا هذا أمر واضح جدا، هو ما يجري في غزة بكل تفاصيله يجري في السودان، بل أن التاريخ، تاريخ القضية الفلسطينية نفسها، هو تاريخ قد تم استنساخه في السودان منذ الأربعينات، بل قبل ذلك، منذ أن تم إعلان وعد بلفور في 1917 كان هنالك وعد شبيه بذلك في 1916 في السودان. إعلان الدولة في بين هلالين في فلسطين 1948 سبقوا إعلان مهم في حزيران 1947. تفاصيل ما جرى في غزة هو نفسه بكل ملامحه تجديه في السودان بكل تفاصيله بكل مؤشراته. وبالتالي الحالة العربية نفسها، التفاعل العربي مع القضية في السودان، هو تكرار لذات الموقف الذي شهدناه خلال 6 أشهر الماضية وقبل ذلك خلال سنوات طويلة مع فلسطين. الآن الدول العربية تقف متفرجة، حتى تلك التي هي تعتبر مستهدفة بالمقام الأول بما يجري، وخاصة الدول التي تشاطئ السودان وتشارك حدود كثيرة، إن كان دولا عربية أو دول إفريقية، هي الآن إما محيدة وإما إنها مشاركة في هذا المشروع. وبالتالي لا بد من أن تستشعر هذه الدول خطورة ما يجري في السودان على الأمن القومي للأمة العربية كلها، وكذلك خطورة ما يجري على أمن هذه الدول بصورة مباشرة. ورأينا كيف كانت بداية الحرب الحقيقية. الحرب الحقيقية بدأت في منطقة يعني عندها رمزية كبيرة، نعم، يعني منطقة مروي التي هي جسر للتعاون السوداني العربي، ضربت هذه القاعدة قبل أن تضرب الخرطوم. وبالتالي هذا مؤشر إلى طبيعة هذه الحرب، إلى أهدافها، إلى أدوارها وآثارها على كل الإقليم وعلى الأمة. طيب ناصر، كيف مضى التطبيع مع جنرال السودان إلى هذا الحد من التقاسم الوظيفي الإقليمي؟ أتفق تماما مع ما تفضل به الزميل محمد، تماما تماما. التاريخ مشترك، والسودان حاضنة كبيرة للثورة الفلسطينية. كيف انقلبت الأمور من
اغتيال قادة الكفاح المسلح هناك، وصولا إلى سيلفا كير الذي يزور تل أبيب، تجزئة السودان ثم الآن تجزئة المجزأ. وبالمناسبة نفس الشيء حدث في أريتريا، كانت داعمة الثورة الفلسطينية تدعمها، وفجأة لا نشاهد في شوارع تل أبيب سوى أريتريين يحملون العلم الإسرائيلي. كيف أثمر فعلت ذلك بعد أن دعمتها فصائل فلسطينية على الانفصال عن أثيوبيا؟ أعتقد التاريخ يجب أن يعاد أو يقرأ مرة أخرى، من أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة إلى كيف انقلبت الأمور بنا إلى هذا الحد. السودان شريك أساسي في النضال الفلسطيني، سواء بالشهداء أو بالدعم أو بالقواعد لجميع الفصائل، حزبيا واجتماعيا وأسريا ودينيا. وفجأة بدأ التقسيم من الدولتين لا إثنيات لا طائفيات. وطبعا تلاحظين أنه بعض الفضائيات تأتي على أخبار السودان على اعتبار أنها نكتة يعني، وليس خبر جدي يعني، يأتي في المجازين أنه في بعض القبائل في السودان بتزوج المهر بالبقرة، ويعني أصبح تسخيف القضايا الأمة إلى هذه الدرجة. إسرائيل أرادت من التطبيع مع الجنرال أولا أن تأخذ الشرعية لصفقة القرن، ثم المجال الجوي، بعد ذلك لن تكتفي، ستطالب بالنيل الأزرق وتطالب بالنيل وتطالب بالحدود. والأيام بيننا، إسرائيل لا تكتفي أبدا أبدا، ستعبد الأنفاس على سكان الخرطوم. سؤالي الآن منذر، لربما طرح آلاف المرات وسيبقى يطرح لآلاف المرات وربما لأجيال، وهو لماذا يستمر هذا العجز العربي الرسمي في إيجاد حل، إن كان للحرب الدائرة في السودان، إن كان لما يحصل في أي بقعة من هذا الوطن العربي كما كان يسمى، أو لما يحصل في غزة مثلا؟ يعني كان تقليديا النضال العربي وحركة الحرة العربية تستهدف طرد الأجنبي، الاحتلال الأجنبي، وبالتالي أيضا طرد الاحتلال الإسرائيلي. كان المسؤول عن تأخير وتعطيل النمو العربي الاستعمار المباشر الذي كان قائما. تم إزالة هذا الاستعمار المباشر، ولكن للأسف تم إدخال الخلافات العرقية والدينية كأسلوب جديد لتمزيق الوطن العربي بعد أن تم تقسيمه عبر بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك كان مفترض بالمؤسسات العربية الناهضة أن تلعب دور أساسي في حل النزاعات العربية، أن تكون لها دور. نلاحظ أنه كيف تراجع هذا الدور وغياب كلي الجامعة العربية، كأنها غير موجودة عمليا في أن تتدخل. عملية تعطيل دول رئيسية، يعني كان في العراق أولاً وبعدين سوريا، ويتم الآن سوريا، ما الذي يحول دون تعافي سوريا لو أخذ الموقف العربي وعدم الخضوع للإملاءات الأمريكية والغربية التي لا تزال تحاصر سوريا وتعاقب سوريا؟ نفس الشيء بالنسبة للسودان، بالنسبة لليبيا، الاستهداف الثروات كان واستهداف للهيمنة عبر عملية تمزيق واعتماد الخلافات أو الفروقات العرقية والدينية وكأسلوب للاستمرار. يتطلب مثلا يعني حتى في مثال السودان، جرى الاجتماع في جدة وكان هناك مفترض أن يكون هناك توافق، لم يتم نتائج تحقيق شيء، ولم يتم الإقدام على مبادرات عربية. نلاحظ أن هناك مبادرات فردية تتم من بعض الدول العربية للتوسط في نزاعات دولية، ويرسل مندوبين يعني لهم الكفاءة في مسائل دولية، ولكن لا يوجد على الأقل أن تجتمع دولتين ثلاثة دول عربية وتحاول وتقول بأنه نحن بالشراكة علينا أن نواجه الأزمات ونحل أزمة وراء أزمة ونتصدى للأخطار الأساسية. لنلاحظ التهجير الذي حصل في السودان الآن، حوالي 7 ملايين مهددين في المجاعة، القتال المستمر، كل هذا الأمر، وما يجري في غزة، وهذا التجاهل الكلي حتى على المستوى الشعبي. نلاحظ أنه المستوى الشعبي في العالم الغربي كان
أكثر نشاطا وحيوية مما يجري على المستوى العربي. تتحرك محور المقاومة يساند غزة، ولكن لا يوجد ارتقاء بمستوى الحراك الشعبي بهذا الاتجاه. إذن يفترض أن يكون هناك مبادرة عربية، وعلى المستوى الشعبي العربي أن يتحرك لفرض أن تكون المؤسسات العربية قادرة على أن تلعب دور في النهضة العربية، في على الأقل إغاثة المنكوبين الآن، إن كان في غزة أو في السودان أو في النزاعات الإقليمية القائمة في كل بلد عربي. طيب بدقيقة لو سمحت محمد حسب الرسول، أي تواطؤ لبعض العرب ودعم إسرائيلي مؤكد وغطاء أمريكي أيضا مؤكد لما يحصل اليوم في السودان؟ بكل تأكيد هذا المشروع هو مشروع أمريكي إسرائيلي غربي بامتياز، تساهم فيه بشكل كبير ومباشر دول عربية خليجية هي المشرف على التنفيذ وهي الممول، وهذا الذي أعلنت عنه الخارجية السودانية وأعلن عنه مجلس السيادة السوداني وعبر عنه كثير من المسؤولين بما في ذلك قادة الجيش نفسهم الذين اتهموا دولة الإمارات بشكل مباشر بدعم ورعاية هذا المشروع، ولم يكن هذا الاتهام فقط حصرا على السلطات السودانية، إنما هنالك مجموعات من الكونغرس الأمريكي نفسها قد وجهت هذا الاتهام إلى الإمارات العربية المتحدة وعبرت عن ذلك بخطابات ومذكرات كبيرة وكثيرة في منذ مطلع هذا العام. ناصر أيضا بدقيقة، من على جدول الضرب والاستهداف ما بعد غزة؟ ما هو المخطط الإسرائيلي المقبل؟ أسمع حتى في الساعات الماضية قادة وجنرالات الاحتلال يتحدثون عن جبهات سبع تواجه إسرائيل وتخوض فيها قتالا عنيفا، جميع الدول مستهدفة، من شارك في القتال ومن لم يشارك. من لم يشارك هو حلقة أسهل، يعني استهدافه سيكون أسرع وأسهل. من شارك سيحتاج إلى خطط وربما استهدافه مؤجل من جانب أمريكا ومن جانب الاحتلال. لكن التهديد المباشر مما أرى أنا أكثر دولتين أسمع اليمين المتطرف يهدد هما الأردن ومصر. لماذا؟ لأنه مخطط التهجير للفلسطينيين هو لهاتين الدولتين، وقبل أن يصبح سيف العدل الأردن ومصر مستهدفتان أوليتان أكثر من سوريا ولبنان. طيب أختم معك منذر أيضا بدقيقة لو سمحت، لماذا يستمر هذا التجاهل الدولي للأزمة السودانية في ظل عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن بهدنة في شهر رمضان؟ يعني نلاحظ أنه صحيح أنه اهتمام العالم ضروري في ما يجري في غزة، ولكن كمان هذا التجاهل الذي جرى، يعني التركيز على غزة، يعني نحن نركز على المآسي التي يعانيها الشعب العربي في كل قطر عربي. يعني للأسف الشديد يعني أصبح في حالة دفاع وفي حالة البحث عن لقمة العيش أكثر، والبقاء بدل أن يكون هناك أن يعيش حياته الطبيعية. الأمم المتحدة مثلا مجلس الأمن كان يكتفي ببيانات سياسية ولم يتدخل لمدة كل هذه الفترة، وكان يعول على أنه سيكون هناك حل عبر المجموعات العربية عبر الاجتماعات التي كانت تجري في جدة، إلى أن صدر قرار مؤخرا في أول يعني شهر يتحدث عن هدنة رمضان، ولكن لا يوجد آلية، كما لا يوجد آلية في القرار الذي صدر بوقف إطلاق النار في غزة، لا يوجد آلية حول هذه الهدنة التي تم الحديث عنها في السودان. المبادرة يجب أن تتم على المستوى العربي بتحرك شعبي وبمبادرة كي يعني يتم تعديل هذا الجو الذي وكأن العالم العربي في حالة غيبوبة. هذه الغيبوبة على مستوى المنظمات وعلى مستوى الشعوب لا تبادر إلى أن تتحرك في حالة دفاع حقيقي عن النفس واتخاذ المبادرات الضرورية. لا يمكن التعويل على الوضع الدولي لكي يتحرك، يفترض أن يتم تحرك عربي ومبادرة عربية، وعلى بعض الدول أن تتخذ هذه المبادرة. شكرا. وبضغط شعبي في عدة دول وخاصة الدول المجاورة لفلسطين. شكرا لك مدرس سليمان، ناصر اللحام ومحمد حسب الرسول. التحليلية انتهت، دمتم سالمين.